عسلامتكم يا جماعة. كلمة السر متاع اليوم شنو هو الموضوع اللي حكي فيه بابا وخويا في الفيديو هذا؟ مقعد ما الباكو اللي باع 20 فما باكو ما تحل الجملة باكو نص. وهذا أسهل فطور ملي حضرناه من الكل. يا شو جيني قلب صحة؟ ان شاء الله حياتك وكلها حب في حب والله يا شو. يا بسم الله ما شاء الله. ما تعيطش علي عاد ما عيطتش ما بالزهر انا حطيته جي قلبها ظفري عيف نزيني نمشي عند غفران قد ذوي فيه قدره بصراحة تخدم زعما بصراحه بصراحه نحيلهم الفيرني وخليهم ناتوريل خي انا هكا راي نصب لك اليوم تحس جبتش الوحده راه تحس هدوء ما شاء الله النهار كالم جيب الواحد ما جيب القهوه الاخرى يا اخي صباحنا عليه الصباح على صوت صباح والشمس طلعت على صوت شادية والذكريات صباح الصباح صباح الخير يا البنات شنحويلكم ان شاء الله تكونوا الناس كل بخير حسيت الدنيا هس وسكوت والشمع يشعل وجو رومانسي حتى هي البرا شتي وكسيد اللطف سكرت الريدو باش ما نشوفش الطقس يأزمني انا الطقس هذا بلي يعطيني مغرفتي خاطر انا تقولي حطيت مغرفتي في وسط الصوص نتاع التفاح شنحويلكم البنات شو عاملين في الكونفينمون احكيولنا حطونا في لي كومونتير شنو اللي يعجبكم في الفيديوهات وشنو تحبوا ان تحط لكم تسنيم شنو هي الحاجات اللي تشدكم للفيديو اكثر عندكم شي افكار تحبوا تقولوهم لها تعملهم لكم
الوقت اللي يهبط فيه الفيديو اس بي بي ولا لا. اليوم عملت بانكيك، نعم مش بانكيك، جوفر. الغسيت تاعو موجوده على ليت بيدي كنتي سايي سايي لحديش. الغسيت نتاعهم موجوده على القناه نتاعي، تلقاو جوفر بالذره، تلقاو تحت اللوطه تلقاو جوفر فرينه القمح الكامل، وهذوما عملتهم بفرينه الجاتو عاديين خاطر العائله كل باش تاكل منهم. دونك الفرينه تنجموا انتوما تحطوا الفرينه اللي تساعدكم، اما الغسيت دو باس تقعد هي بيدها اللي موجوده في القناه، راهي ناجحه وبنينه برشا. بالنسبه للتوبينج حطوا اللي تحبوا. احنا اليوم عندنا سيرو ديرابل، تنجموا تحطوا عسل، تنجموا في وسط الخلطه تحطوا سكر زيده. احنا انا ما حطيتش سكر، عملت صوص نتاع الكراميل بالتفاح. هو نورمالمون يبدا عندي كريم فريش، ما عنديش، واللي تعوضت بالحليب، وعملت سكر وتفاح. ما نعرفش هنذوقها بنينة ولا سكر محاور ما جبتش، ناقص حلاوة باش حلاوة جملة يزي هكي بنينة بنينة ما شاء الله. التفاح ديجا فيها اكا صور التسنيم، قلتلكم تسنيم كيفاش عملت ليزيتاب الحق هكي كمان، يعني مش كاملين. حطيت سكر خليته حتى زايد من غير ما نمسه من غير ما نحركه حتى ولا كراميل. من بعد نورمالمون نحط عليه كريم فريش، انا ما عنديش، وليت حطيت شويه حليب ونقعد نخلط حتى يودي لي هكا صوص الحليب. بون حسيته كانه هكا عمل كيما هكا ما نعش كيما الكعابر، اما مش مشكل خليته. قعدت نحرك نحرك بالكدا حتى رجع عقد. ما نحطوش برشا حليب بالطبيعه، نتبعو بشويه بشويه، مش كيما الكريم فويتي هذيك الجاريه. ومن بعد حطيت التفاح نتاعي وخليته يعمل غلوه معاهم حتى عاود عقد شويه، وكهو جات صوص كراميل بنينه. باش نعملها بطريقه ريفيزيتي، باش نعطيكم لي زانغريديون اللي باش نستحقوهم. باش نستحقو 200 غرام بسكوي، اعملوا اي بسكوي تحبوا عليه. انا لهنا عندي البسكوي هذايا. باش نستحقو اي غله تحبوا عليها، انا توا عندي الغله هذي فريز ودقله وتفاح، يجي فيه بنان كيوي، اي غله انتم تحبوا عليها البنات. وبالنسبه للفاكهة تنجموا تختاروا اي نوع فاكهة تحبوا انتم عليه. انا توا عندي شوية جوزة وشوية لوز، هنا باش نستحق معجون، وإلا اعملوا انتم شوكولاتة وإلا كراميل ولا اي نوع تحبوا عليه، اي توبينج تحبوا عليه. وباش نستحقوا ياغورت ناتوريل، تحبوا الياغورت كان عندكم ياغورت ناتوريل، ما كانش استعملوا اي نوع ياغورت تحبوا عليه. وباش نستحق الميكسور نتاعي باش نرحي به البسكوي، سينو ارحيو بيديكم، راهو كل شيء عنده الترناتيف البنات. نجمو تستعملوا حاجه بنينه بالمكونات الموجوده اللي عندكم، اما هاني قلت لكم المكونات الاساسيه هي ياغورت بسكوي غله فيكيا زبده، هذوما هما المكونات الاساسيه. بعد كل واحد يعملها اسافاسون. انا توا باش نعمل اون فاصون ريفيزيتي اللي هي البسكوي، مانيش باش نخليه عادي، باش نعملو كرامبل بي. ها نتعداو توا مع بعضنا للطريقه بالتفاصيل.
حيت البسكوي نتاعي مليح مليح كيما تشوفوا وعلى حيت البسكوي. توا باش ناخذ نذوب 60 غرام زبده على خاطر انا هنا جاوني 220 غرام، هي على 200 غرام 50 غرام زبده. توا باش ناخذ شويه لوز ونرحيه ونحطه مع البسكوي. به توا باش نخلطوا الزبده ذايبه اللوز المرحي، وتو في الاتابة ذي باش نخلطوا بيدينا البنات حتى لين يولي كيما السبلي هك. نرملوهم كيما هكا بالطريقة هذي، يدخلوا مليح مليح مع بعضهم. البنات تقعدوا تخدموا هكا في العجينة بيديكم قريب 5 مينوت ولا 10 مينوت حتى اللي يذوب الزبدة في وسط اللوز والبسكوي. من بعد كي تعاود كي تحطوها في الفور، باش ندخلوها للفور رانا، كي تحطوها في الفور تعاود تذوبك الزبدة ويوليو هكا دي بول كروستيانت فيهم ان كو غافيني نتاع لاموند والزبدة. تو انا في المرحله هذيا البنات سي بون، نحس في الزبده ذيبت ما بين يديا والميلانج نتاعي حاضر، باش نحطو يتجمر شويه في الفور. خليوش برشا البنات في الفور وتحطوش فور سخون ياسر. تو باش نحطو في الفور البنات هكا. بيه هذا البنات الكرامبل نتاعنا بعد ما خرج من الفور يتوه كيفاش تلم ولا كعبورات كعبورات هكايا. تو باش نبداو نعملو المونتاج نتاع لي فيرين نتاعنا. باش ناخذ اول حاجه كعك ياغورت نحطها هي في الفون الاولى. الكيسين هوني عندي انواع واشكال، خا جويج ميجي في كيس كبير راهو دو بريفيرونس كيس هكايا باش يبدا يملى العين. هكا باش نحط حاجه ياغورت، تو باش نحط من الكرامبل. نحط شوية غلة، نحطهم الغلة الكل هكا، شوية فيكيا. ديتو علاش البنات لازم الكيس يبدا كبير باش تنجمو تحطو على راحتكم من كل حاجة. هكا أمتي غفال من اللوز. كما قلت لكم التوبينغ اللي كان عندكم شوكولا ولا كراميل ولا حاجه اعملوا بيها كزينه. انا باش نعمل شويه معجون. طيب باش نكمل الياغورت. كعبه بسكوي هكايا انتوما زينوا باللي تحبوا. كعبة زوزة باش تعمل في الفور كارتيزية شنو الفطور مع اليوم كارتيزي في الفور. هاي قلنا كيفاش عطينا الرسيت خلي البنات يستمتعوا. باهي بالنسبه للناس اللي قالوا على الهيلثي وعلى الريجيم وكلها، واليوم عملت لكم فطور صحي على الاخر كفتاجي اللي هو كفتاجي في الفور. لهنا في البلاتو اللي تراو فيه هذاك قراع اخضر قراع احمر فلفل، قصيتهم الكل مربعات صغار حطيتهم في البلاتو، فرشت بابي كويسون. نورمالمون نحطو في بلار ما نفرشش، اما حسيت الكونتيتي كبيره وليت حطيته في الطبق التيفال وفرشت من لوطه بابي كويسون ودخلته الفور على 180 درجه. حطيت لهم اربع مغارف زيت زيتونه وشويه ملح وفلفل اكحل وخليتهم يطيبوا في الفور حتى ولاو كيما قاعدين ترى مشويين وامورهم واضحه. بالنسبه للصوص طوماط هي اللي طيبتها لهنا كيما قاعدين ترى، وريحه الطماطم حطيت زيت زيتونه وطماطم وثوم هريسه عربي ملح وفلفل اكحل تبلو كرويه
وهيك حاضرة توا جست باش معناها نعمل المونتاج بعد مع بعضه. وبالنسبة للمرقيز زادة كيف كيف حطيته في الفرن سخون كيما هو، حطيته طيبته في الفرن ما قليتوش، يعني أمورنا بقدرة الله ستزيد. مازال كان البطاطا ممكن ياسر البطاطا نقليها الحق خاطر ولدي يحب الفريك. حتى في الفرن جي هي مانا توا خاطر قاعدة نزربوا عنا برشا معناها القاضية ما نجمش توا نزيد نحط في الفرن، دونك ممكن نقليها وممكن نطيشها في الفرن ما أنا والوقت. ويقعد العظام زادة بالنسبة للعظام يا إما نقليها وحده وإلا نطيبه في الماء زادة يجي روعة راهو، وإلا نفقصه مع الصوص ومرة واحدة ومن بعد نخلط الكل مع بعضه وتتحصلوا على كفتين جبنين وصحة العظم باش نحطه مع الصوص. دونك لهنا عندي ديجا 3 كعبات عظم باش نحط 5 كعبات أو تطيب في وسط الصوص وتولي معناها نتحصلوا على الكفتاج الصحي نتاعنا. وراهو بنينه بنين كيما المقلي بالضبط، يعني ما تحسوش به جمله اللي هو معناتها معمول في الفوق. جربوه وتفكروني، نجموا راهو تحطوا بطاطا زيدا تقصوها وتحطوها مع الخضره. انا اليوم حطي مش معناها كفتاج في الفوق يعني ما تفكروش. هاو باش نعملوا التقطيره نتاعنا بالزوز سكاكن وتونا احلى تو. يعني في بالك البطاطا بتاع تونس كما بطاطا فرنسا، بطاطتنا خير ألف مرة. شو جاب لي جاي عندي شوية زيت هذا طلعت فوس حطيته دوية في العام للسنتر في نجيب أرخص لسوي ريتهم هذوما لحظة هذو من لندن يتباعوا ب 4500 قد خذيتها؟ أنا جبتها ب 3500 راه ورينا تيكيت كيس هاك تيكيت منين عاد؟ من إم جي وزيد ربحنا دي بوان كادو زيد تاع سنتر فيل وين مارشي سنتر هايك الكعبة 3500 أنا على أساس باش نخلص 20 دينار خلصت 15 دينار 15000 بون بلون دو جور. البنات البون بلان الصيني اللي نحب نحكي لكم عليه هو باتيسخي بلقيس، باتيسخي صغيرة على الاخر في لاكانيا. بعدك القنطرة متاع لاكانيا بالضبط تجي على يدكم اليمين وانتوما من تونس ديريكسيون حمامات. راهو عندها كعك ورقة بالنسري بنين 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 يشره. راهو جربت كعكات الورقة متاع باتيسخي متاع تونس الكل وهذية بلقيس كعك الورقة متاعها يذوب ذوبين في الفم. البنات اللي تسكنوا في تونس بالحق ننصحكم به، وحتى رانا بعثناه الخوية في الخارج ووصل لباس عليه. Come on.
هكاها والبنات هوني كيف العادة بعد ما كملنا كالحوسة والكل نتلفت ونلقاوها كان الخمسة متاع العشية. نقعدوا عادة باش نشربوا وقتها القيوة ونفهموا رويحنا ونتفرجوا على التلفزة ونبدأ عادة انا نعملكم في المونتاج متاع الفيديو. الله غالب هذيك عليه البارح والفيديو هبط مخر واليوم زيده